يا أخي دائماً أشوف في الكومنتات عندنا أنت تشبه فلان تشبه فلان، حتى أي شخص يا رجل في الحياة دائماً يقول لك والله أنت تشبه فلان أنت تشبه فلان. اليوم أنا وياكم راح أشوف وراح أكتشف من اليوتيوبرز العرب يشابهوا المشاهير العالميين. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذا أسوي كلامك اليوم، وش هذا الفيديو اللي هو عدنا اليوم يا جماعة مقطع الرابع لنا لهذا الاسبوع اللي ما يدري وش السالفه. نزلت 3 مقاطع قبل هذا المقطع في هذا الاسبوع، وبعد راح انزل لكم مقطع خامس غالبا راح يكون بكره. فجالس فهمت صح حبيبي؟ لا والله جد، فجالس احاول بقدر المستطاع ان انزل لكم مقاطع بشكل كثير، فاتمنى ما تقصروا معنا شباب. زر اللايك، اشتركوا في القناه اذا كنتم مو مشتركين. طيب مقطع اليوم يا جماعه الخير مختلف تماما، وانا جالس افرفر في تويتر شويه فرفر هذا على اساس جوال اوكي، فجالس افرفر لقيت شخص منزل تغريده انه ادخلوا هذا الموقع وحطوا صورتكم وشوفوا من يشابهكم المشاهير العالميين. قلت بس هذه هي، بس هذه هي، فقلت خلاص هذه ما يبي لها كلام، هذا فيديو مقطع انا وياكم. في الرابط راح تلاقوه في الديسكربشن موقع اسمه بوب شوجر توينينج، فكرته مره رهيبه، مجرد انك تحط صورتك من هنا وخلاص يا حبيبي وضعك السليم، راح يطلع لك الاشخاص اللي شابهوك من المشاهير العالميين. فملاحظه بس يا شباب، انا ما راح اختار اشهر اليوتيوبرز العرب، انا راح اختار بناء على اللي اتابعهم، زائد فضول اني اعرف من الشخص اللي شابهه من جد من المشاهير العالميين. يب هذه هي الفكرة. اوكي اتوقع بتكون بداية جدا جميلة ان نبدأ بعمر فاروق. خلينا نختار له بس صورة مميزة. طيب نروح للموقع حاليا نختار صورة عمر. اوكي اتوقع صورة ممتازة جدا، نرفعها للموقع وخلينا نشوف. يقول لي بياخد دقيقة واحدة، خلينا نشوف يا جماعة خير. ايفان جورجيا يقول لك شابه هنا بنسبة 77%. والله شوف هو كملامح يعني ها عرفت اللي بس لا يا اخي وين، والله ما يشابهه بصراحة، يعني توقعت شيء اقرب بس اوكي. للان موقع يعني نص، خلينا نشوف مشهور ثاني. خلينا نحول شوي الى مجال الجيمنج، خلينا نروح لتي ام فيصل. اتوقع تي ام فيصل ملامحه جدا عربية يا رجل، ف صعب اتوقع ان الموقع يشوف له شخص يشابه ملامحه. هذه الصوره رهيبه بالملي يا رجل، خلينا نجيبك يا فيصل، وينك؟ اوكي ارفع الصوره يا مدير، يلا بسم الله بسم الله بسم الله، خلينا نشوف ننتظر وياكم. اوكي الموقع جالس يبحث، اوكي اللي قال صوره برسلن. ها؟ لا 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 الموقع يستهبل، لا الموقع يستهبل، وين الشبه؟ الموقع خربان يا شباب، لا حد يستخدمه، اوكي خلاص ما حد، ايش دعوة يا شباب؟ خير؟ ايش صاير؟ هيا خذ لك، حطيت صورته مرة ثانية طلع لي مايكل جاكسون، يعني يجرط، اقسم بالله. يا حي الله النعيمي، يا حي الله النعيمي، خش يا النعيمي خش. اوكي خلينا نشوف شبيه النعيمي من راح يكون. صراحة أكون وياكم صريح، مستحيل أسوي هذا الفيديو ما راح يكون موجود هذا الشخص اللي هو زي ما تشوفوا قدامكم تنيان خالد، إنسان محبوب جدا الصراحة عند أغلب الناس. فخلنا نختار له الصورة مضبوطة بس. العب يا تنيان، والله كشخ الصراحة. طيب خلينا نحط ونرفع الصورة إلى الموقع، خلينا نشوف من شابه من المشاهير، خلينا نشوف. بسم الله. لا 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 والله يا جماعة في شبه، لا تقول لي لا، والله في شبه.
واو ما توقعت والله ابدا ما توقعت. ايش رايكم انتم؟ والله يشبه مرة. وكاتب هنا ان نسبة الشبه 83%. والله صراحة يشبه والله. صراحة يشبه، انصدمت. المشهور اللي بعده، يلا 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 يا حي الله احمد، شو منور، ارفع صورة ويا العبي الصورة والله ككواليتي كنفس الصورة مرة رهيبة صراحة، هنيك احمد. طيب خلينا نشوف من شابها. اوكي ملامح احمد شو على فكرة مرة مميزة. ميشيل ماندو، الله يا شباب، يعني الموقع اعطاني شوية امل انه يضبط، بس بعدين يعني خربها شوي. ايش دعوة يا شباب، ايش دعوة يا موقع، والله يستهبل يا جماعة. خير وين الشبه بالموضوع؟ والله احمد شو احلى والله، معليش. طيب 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 نجي للشخص الاخير يا جماعة، طبعا ما يحتاج اقولكم، يعني انا من الاشخاص اللي ما يشبهوني بحد، يشبهوني بالقمر بس. الله يستر الله يستر، بس ما يطلع لي واحد، استغفر الله. اوكي مني شاب، لحظة، هذا طلع للنعيمي صح؟ ايش دعوة؟ يا الطيب، هاي يا الحبيب، خير؟ والله بعض الأحيان أسمع صراحة أنه شابه النعيمي، بس ما كنت أصدق، الحين بديت نوعا ما أصدق. ايش دعوة يا ما عندكم غير هذا، حطوا أي واحد. لا وكاتب أنه يشابهني بنسبة 84%، يعني هذا المفروض أخوي أخوي لهذه الدرجة يعني. أوكي يا جماعة موقع ما ينوثق فيه الصراحة، يعني أنا ما عجبني، ما أدري إذا عجبكم إذا ودكم جزء ثاني. لا تنسوا اللايك، تعطوني رايكم تحت في الكومنت، أتمنى انبسطتوا في المقطع، كان مقطع خفيف لطيف ظريف، بس هاي كان اليوم، كان مع أخوكم هذا وزومي كيلر تشكيو، مع السلامة.